السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، المقصود بتنفيذ القرار هو طبعا تحويل القرار إلى واقع عملي. تنفيذ القرار المفروض إن أنا هحول القرار إلى واقع عملي، يبقى رقم ألف. تمام. رقم 2، إيجابيات العمل الجماعي هو جودة المنتج. من هي من إيجابيات العمل الجماعي؟ رقم 3، صفات الإنسان الثرثار هي من صفاته هو أنه كثير الكلام. ثرثار أصلا تعني كثير الكلام. رقم 4، هي عملية تهدف إلى تغيير موقف أو سلوك شخص أو مجموعة ما تجاه بعض الأحداث أو الأفكار أو المواقف أو الأشخاص مما سبق تعريف لي. طبعا ده الإقناع. يبقى الإقناع هي عملية تهدف لتغيير موقف أو سلوك شخص أو مجموعة ما تجاه بعض أحداث أفكار مواقف أو حتى الأشخاص. سؤال 5، من بنية المناظرة هي طرف المناظرة وهما مين؟ طرف المناظرة هما المدعي والمائع. رقم 6، هي مبدأ القوانين وهي قضية مطروحة بصرف النظر عن صحتها، وتطلق في الرياضيات على الأوليات. ما سبق تعريف لي. رقم ألف. احنا في رقم 6، مبدأ القوانين. 6، مبدأ القوانين هتبقى الفردية. تمام. نيجي للسؤال رقم 7. رقم 7، من خلال دراستك لدرس الشواهد، من أنواع الشواهد هي الحدث والخبرة والشخصية، يعني دي رقم ألف. تمام. نيجي على السؤال رقم 8، أعلم جيدا بأنني صادق وليس لدي دليل آخر. هذا مثال لشاهد وهو الحدث. رقم 9، الغرض الأساسي من دراسة المغالطات أنها تجعلنا نحمي نفسنا من الخديعة. سؤال رقم 10، هل توقفت عن العنف مع زملائك؟ هذا السؤال مثال على مغالطة لسؤال مشحون أو الملغوم. تمام. نيجي على سؤال رقم 11، مثال على التفكير المنطقي الاستنباطي. مثال على التفكير المنطقي الاستنباطي، إذا انخفضت الأسعار أقبل الناس على الشراء. يعني المقدم هنا انخفاض الأسعار أو انخفضت الأسعار، والتالي أقبل الناس على الشراء. يعني النتيجة هنا هي إذ أقبل الناس على الشراء. إقبال الناس على الشراء هي النتيجة. رقم 12، مجالات تعلم الآلة، التعرف على الوجوه. إجابة رقم جيم. 13، المرحلة الأولى من مراحل تفحص صحة نظرية علمية هي طبعا أول حاجة بعملها مقارنة، المقارنة المنطقية بين النتائج. رقم 14، خطوات صنع القرار واتخاذه بالترتيب هي أولا صنع قرار، ثم اتخاذ القرار، ثم تنفيذ القرار، يبقى رقم ب. رقم 15، من آداب المناظرة عدم رفع الصوت أو المقاطعة، دي من آداب المناظرة. تمام. اختر الإجابة أيضا. رقم 1، أتحدث لكي أثبت أفضلية موقفي مهما تبين لي ضعف هذا. ده الجدل العقيم، ده تعريف الجدل العقيم. تمام. اوكي. رقم اتنين، افكار ابداعية مميزة غير مألوفة والبحث عن البدائل تمثلها القبعة دي الخضراء. يبقى القبعة الخضراء تمثل افكار ابداعية ومميزة لكنها غير مألوفة، وبحث عن بدائل تمثلها يبقى القبعة الخضراء. رقم 3، من عناصر المناظرة هو الإفحام.
يبقى من عناصر المناظرة الإفحام. رقم 4، كل مشكلة بعد الحل تحتاج إلى المتابعة، طبعا لازم متابعة بعد الحل، المتابعة. 5، في مرحلة اتخاذ القرار نأخذ بإيه مخاطرة؟ بالأقل مخاطرة، الأقل مخاطرة، تمام. 6، لنكون فريق عمل لابد أن يكون متنوع المهارات، لازم يكون متنوع المهارات، يعني الفريق فيه أكتر من شخص متنوعين مش كلهم في نفس الشيء. 7، من ملامح شخصية المتعالي في العمل الجماعي أنه دائما ما يدعي المعرفة، يدعي المعرفة، تمام. 8، جملة من الحجج التي يؤتي بها للبرهان على رأيه أو إبطاله هي الحجاج أو الحجج يعني. 9، قد ترتبط بالحاضر وتغير الواقع والمستقبل هي عملية اتخاذ القرار، يبقى عملية اتخاذ القرار دي قد ترتبط بالحاضر وقد أيضا تغير الواقع والمستقبل، تمام. نيجي على السؤال 10، يعتمد الحجاج ايه على المنطق وقوانينه ومبادئه؟ البلاغي، البلاغي، تمام. 11، هو القدرة على تجاوز الطرائق التقليدية في التفكير وإحداث تحولات عميقة هو الإبداع، الإبداع. 12، نحتاج إلى التفكير الإبداعي لنتمكن من طبعا توسيع دائرة الفكر وزاويته، توسيع دائرة الفكر وزاويته. 13، من الأمثلة على التفكير الإبداعي في العصر الحديث هو الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، تمام. 14، أحد علماء المسلمين كان عبقرية فذة، استطاع أن يكتب رسالة في أصول الفقه أصبحت هي المرجع لفقهاء المسلمين إلى عصرنا هذا، هو الشافعي رحمه الله، الشافعي، هو الإمام الشافعي، تمام. بعد كده